أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي بروب 2، معاكم مستر أحمد فوزي، والنهاردة ميعادنا مع الجزء الخاص بالبيوتري اللي هو إيه الشعر. طبعا ده في الفيرست ترم اللي هو الترم الأول. تعال مع بعضينا كده نشوف القصيدة اللي هي مكررة علينا اللي هي البيد إن سمر، ونشوف مع بعضينا الشرح اللي هو على القصيدة والبارافريز، ونطلع مع بعضينا الرايم سكيم. نبدأ كده مع بعضينا. أول حاجة introduction to poetry، مقدمة عن الشعر. طبعا اللي هو الكتابات or writing بتنقسم إلى various forms، أشكال مختلفة من إيه؟ من الكتابة اللي هي writings. زي كده لما نتكلم عن النوفلز اللي هي إيه الروايات، زي رواية كده ديفيد كوبرفيلد أو بلاك بيوت اللي احنا خدناهم، وحاجة تاني اسمها البلايز اللي هي المسرحيات، زي كده ايه ذا وينتر او ذا وينترز تيل. والنوع اللي بعد كده اسمه البويتري، وده طبعا از ا نيو فورم، شكل جديد من الكتابة اوف رايتنج ديفرنت فروم بروز، وده بيختلف عن النثر. النثر زي الستوريز اند دراما. البويتري از ديفرنت فروم بروز، مختلف عن النثر ان فورم، فين في الشكل طبعا وفين في اللانجوج اللغة. لما نيجي نعمل طبعا مقارنة بين البويتري اللي هو الشعر وبين البروز اللي هو ايه النثر، هنلاقي طبعا ايه examples of poetry اللي هي ايه امثلة عن الشعر، زي كده ايه poems like day او tiger او night and bed in summer، دي كلها ايه عبارة عن poems قصائد. لكن بالنسبة لنا هنا طبعا في البروز stories like the call of the wild أو plays مسرحيات زي the winter's tale. طيب تعال نشوف الفورم اللي هو الشكل. الشكل في الشعر عبارة عن ايه؟ عن poetry is written in lines، بيتكتب عبارة عن أبيات أو a group of lines، مجموعة من الأبيات دي is called a stanza. كل مجموعة سطور، السطور دي بنسميها ايه استانزا. ده الكلام ده فين في البويتري. طب تعال نشوف الفورم بتاع البروز اللي هو النثر. قال لك is written in sentences، ده بيتكتب طبعا في عبارة عن جمل، وكل مجموعة sentences a group of sentences، كل مجموعة جمل is called a paragraph، يعني ايه موضوع. اللغة بقى اللي بيتكتب بها الشعر poetry must contain rhyme scheme، عبارة عن رايم سكيم اللي هو طبعا ايه اللي هو اللي هي طبعا القافية، عبارة عن قافية والريزمك سيستم اللي هو ايه النظام الإيقاعي and figure of speech أو الفيجرز اوف سبيتش اللي هي ايه مظاهر الجمال. ده بالنسبة للحاجات اللي بتميز ايه الشعر. يعني أنا عندي الحاجات اللي هي بتميز الشعر زي ايه كده البويتري، اللي هي نركز مع بعضنا فيها اللي هي الرايم سكيم، واللي هي الريزمك سيستم اللي هي النظام الإيقاعي، والفيجرز اوف سبيتش اللي هي مظاهر الجمال، مظاهر الجمال. طيب بالنسبة لللانجويز اللغة بتاع البروز، البروز عبارة عن ستوريز اند بلايز اللي هي مسرحيات والقصص. doesn't contain، ما بتشتملش على ولا رايم ولا رزم ولا اي حاجه فيجرز في سبيتش. ده الفرق بين البروز والايه والبويتري. تعال نشوف اول حاجه نتكلم عن البويتري ديفينيشنز. اول حاجه البويتري ده عباره عن a form of literature، هو شكل للادب that is written in rhyming، بيتكتب طبعا في نظام قافيه and rhythmic lines وايه وخطوط او طبعا سطور إيقاعية، زي كده ايه day و night وبدء in summer. اوكي تعال نشوف البويم اللي هي ايه القصيدة. القصيدة عبارة عن a piece of writing، يعني عبارة عن قطعة من الكتابة arranged، مرتبة in short lines، في سطور قصيرة with rhyme، لازم يكون فيها قافية. about اللي هو الشعر tries to express، بيعبر عن thoughts أفكار and feelings، هي ايه المشاعر او الشعور بتاعه، with the help of sound، وطبعا دي بيكون بمساعدة الاصوات او الصوت، والرزم اللي هو الصوت الايقاعي،
and figures of speech وأشكال أو مظاهر الجمال. والبوت ده بيكون عبارة عن the person who writes poems، الشخص اللي هو بيكتب إيه القصائد. والفيجرز اوف سبيتش دي بتكون عبارة عن اللي هي إيه اللي هو السيميلي، والسيميلي ده اللي هو التشبيه، عبارة عن إيه comparison، مقارنة between two things using، بين شيئين بيستخدم طبعا as or like، يعني ما بيستخدم as or like. و examples كده لما يقول لك in the night أو in night the moon like a flower، ده طبعا إيه simile، هو شبه القمر هنا على أساس إن هو وردة، طبعا هو القمر مش وردة لكن في هنا إيه simile. The comparison is directly expressed using the word like، وطبعا المقارنة هنا بتستخدم أو بتعبر باستخدام كلمة إيه like. والجزء اللي بعد كده هي الميتافور اللي هي الاستعارة المكنية، وده مش مختلف جدا عن اللغة العربية اللي خدناه. لو حد يفكر في اللغة العربية يقول لك ده تشبيه وده استعارة مكنية وما فيش أي اختلاف نهائي. الميتافور إذا كومبارزون بتكون عبارة عن مقارنة between two things، بين شيئين، giving the qualities of one thing to another without using as or like، يعني بيدي خصائص شيء لشيء آخر بس ما بيستخدمش هنا ولا using ايه as ولا like. زي كده example، زي ايه مثال لما اقول the man was roaring angrily، هو هنا في metaphor كناية، طب هو اساسا الشخص بيزأر بغضب. لما هنا تبص الكلمة roaring هنا ده هتلاقيه من خصائص الاسد، من خصائص ايه الاسد. طب هو الشخص او الرجل بيزأر؟ لا طبعا، فهنا فيه استعارة مكنية اللي هي ميتافور. The comparison took a quality of lion أو a lion، لو لاحظت هنا لأن المقارنة خدت خصائص الأسد اللي هي الرورينج اللي هو الزئير، and gave to a man، وديته ليه للرجل. والجزء اللي بعد كده هو ال personification، ركز معايا كده، personification اللي هو التشخيص، جاي من ال person اللي هو الشخص. personification is giving human qualities، وده بيدي خصائص الإنسان to non human، للحاجات اللي هي مش إنسانية زي الايه ال animals والايه تاني والحاجات طبعا اللي هي الايه inanimate ديات اللي هي الجماد، like houses اللي هو ايه المنازل، or ideas اللي هي الأفكار like love. اوكي تعال نشوف example كده. in day بيقول لك I'm busy، أنا مشغول. says the sea، طب بص هنا كده للبحر، والبحر بيقول أنا مشغول. هو كده جه فيه ادى كده إن أنا متدوات اللي هو الشيء الجماد ده، ادى personification تشخيص. البيزي ده بيبقى من خصائص الإنسان اللي هو مشغول ما عندوش وقت، فاداها للبحر. the boat personifies هنا طبعا هنا الشاعر بيشخص the sea and makes it، وخلاه as if it could talk، كأنه هنا بيتكلم. والجزء اللي بعد كده حاجة اسمها ال contrast اللي هو التضاد، contrast is using opposites، طبعا بيستخدم التضاد أو الحاجات المضادة، and one line or stanza، يا إما في سطر أو في stanza to signify، عشان إيه يوضح أو شخص and stress the meaning، ويؤكد المعنى. خدناها كده في اللغة العربية من زمان وإحنا صغيرين، كان يقول لك التضاد يزيد المعنى، لما يحط مثلا black و white، أبيض وأسود، أوكي dark and light، فده بيزيد إيه المعنى. in day طبعا في قصيدة day بيقول لك ايه up and down، هنا شوف خدت بالك ان ده في contrast، هنا up فوق و down تحت. the use of the opposite up and down طبعا ايه clarifies بتوضح the meaning ايه المعنى. in bed in summer في قصيدة bed in summer او bed in summer، get up and at night ده contrast يستيقظ وبالليل. The use of the opposite ideas get up and at night clarifies the meaning. والجزء اللي بعد كده بيستخدم الالتريشن، الالتريشن اللي هو الجناس،
ولو خدنا بالنا كده ان الالتريشن ده عبارة عن ريبيتيشن، يعني تكرار ذا فيرست ساوند اللي هو تكرار الصوت الاول او الحرف الاول in several words في كلمات عديدة in one line في سطر واحد or stanza او stanza ايه of a poem لقصيدة زي كده. ايه كده يا حبايبي؟ لما اقول in great wide، great wide هنا beautiful wonderful world يعني عبارة عن ايه؟ انا alteration عبارة عن جناس in the repetition في تكرار حرف ال W sound ايه W. فحرف ال W هنا طبعا لما تكرر فهيدي طبعا ايه حاجة اسمها ال alteration اللي هو الجناس. اللي بعد كده طبعا rhyme scheme هي نظام القافية. لو انت خدت بالك كده نظام القافية في ال rhyme scheme is the pattern of rhyming sounds at the end of the lines in the whole poem. في طبعا اللي هو الحرف الأخير في كل طبعا سطر من ال من الاستانزا، زي لما أقول لك in winter I get up at night، أدي خد بالك هنا night أهو تي، and dress by yellow candlelight، أخدت بالك من التي ده بسميه طبعا إيه. اجي بعد كده هيغير هنا الرايم سكيم وينقل على واي هنا اهو in summer quit the other way خلاها بي I have go to bed by day خلاها هنا بي برضه اهو. يبقى لما احط الرايم سكيم هنا خليه ايه ايه بي بي، اركز انا في الحتة دي اهو ادي ايه ايه وهنا بي بي. لما يقول لك طلع الرايم سكيم اهو خد بالك هنا كده اللي هو ايه the end of the lines في نهاية ايه السطور هتلاقي ال rhyme scheme ادي تي وادي هنا برضو تي اهو في light واخليها دي ايه، واجي هنا في السطر اللي بعديه هنا بقى way وهنا day واخليها هنا ايه بي. والاستانزا دي عبارة عن مقطع شعري. لما اقول the stanza is a group of lines in a poem عبارة عن مقطع شعري، يعني مجموعة من الابيات في قصيدة. ده بالنسبة للإنترودكشن أباوت بويتري عن الشعر. عملنا مقارنة بين البروز اللي هو النثر والبويتري، وبعد كده دخلنا بالتفصيل ان ديتيلز عن البويتري اللي هو الشعر، وحددنا وعرفنا عشان لما نيجي ندخل على قصيدة زي لما أقول بيدن سامر طبعا ايه دي للشعر اللي هو روبرت لويس ستيفنسون. طبعا ده ايه اتولد was born 1850 to 1894. مهم جدا طبعا لما انت تقعد تدرس بويم قصيدة لازم يا حبايبي تعملوا ايه، تكونوا عارفين المين ايديا الفكرة الرئيسية فين في القصيدة دي. لما اقول مثلا هنا في قصيدة ايه بيدن سمر للشاعر روبرت لويس او لويس، انت هنا the poet speaks about the cold weather هنا بيتكلم عن الطقس السيء in England فين في انجلترا. فبيقول لك in winter في الشتاء it's dark بيكون الجو ظلمة جدا until about 8 o'clock يعني الساعة 8، وطبعا ده بيكون in the morning صباحا وبيكون برضو الجو ايه very dark او it's dark. the night بالليل بقى is very long بيكون الجو ايه او الليل طويل and the day is very short ويكون النهار قصير جدا. while in summer بينما في الصيف the sky is clear and the sun is shining السماء بتكون واضحة او صافية وبتكون الشمس ايه ساطعة and about 9 o'clock in the evening والساعة 9 بالليل بيقول لك the poet describes بيصف how he gets up ازاي هو بيستيقظ as if by night and sleeps as if by day وكأنت ان الجو ايه لسه ايه يعني عايز يقول ان هو نهار مش ليل يعني 9 بالليل وبيقول كأنته هو الجو ايه بالنسبة له day يعني نهار. الفوكاب الكلمات الموجودة في poem اللي هي القصيدة هنا كلمة candle ودي around stick of wax used to give light طبعا دي معناها ان هي شمعة ومعناها ان هي بتدي ضوء، وهنا quit
طبعا كلمة معناها هنا completely، تماما. و candle light هنا اللي هو ضوء الشمع. و hopping هنا معناها يقفز من السعادة، leaping or jumping on one leg. و ايه تاني هنا؟ growing هنا معناها هنا يقفز من السعادة، sorry. growing up هنا معناها mature، يعني ناضجين أو كبار. يس. وبعد كده هنا past هنا معناها before أو in front of، يعني من أمام. و hard هنا معناها difficult أو unfair، معروفة يعني صعب أو ظالم. وهنا seem معناها look أو appear، يعني يبدو. ناخد بالنا من معاني طبعا meaning of these words. و to هنا معناها ايه؟ طبعا rather than معناها أفضل من. تعال ناخد مع بعضنا كده شرح stanza 1 في قصيدة طبعا the poem of Pid and Summer. يعني عايز يقول ايه؟ النوم فين في الصيف؟ تعال نشوف مع بعضينا كده استنزا ون بتقول ايه. بيقول ان وينتر اي جيت اب ات نايت، شوف الشاعر اهو بيقول لك ايه، في الشتاء انا بستيقظ ايه بالليل. اوكي، هاخد بالك هنا او خد بالك كده من الرايم سكيم. لو هو طلب منك هنا الرايم سكيم فين في البويم القصيده، شوف هنا تدي له هنا دي، تقول له دي ايه، دي ايه ايه، نقول له دي ايه ايه. تعال نشوف هنا في الـ second line بيقول له ايه في البيت الثاني. and dress by yellow candlelight. اوكي، نقول له هنا برضو ايه الرايم سكيم ايه. يس. بيقول له in summer quit the other way، لما تيجي برضو تقول له الرايم سكيم هنا تقول له هنا بي، لانه هو غير على another rhyme scheme. اللي بعديه برضو بيقول لي ايه I have to go to bed by day، يعني لازم يروح ينام وكأن الجو ايه نهار. يبقى انا لما يجي يطلب منك هنا رايم سكيم انا عرفتك تعمل الرايم سكيم ازاي. تعال نشوف هنا في البارافريز. هيجي يطلب منك بقى يقول لك بارافريز ذا ستانزا، يعني اعمل لها ايه شرح. نقول له in this stanza the poet describes how he gets up، يعني هنا في الستانزا دي الشاعر بيشرح ازاي هو بيستيقظ عند هاو هي سليبز، وازاي هو ينام. وتوصف له بقى او تشرح له هو جيتس اب ان ويندر ايرلي ان ذا مورنينج، هو بيستيقظ صباحا مبكرا. but it seems as if it were at night، وهو هنا يظهر له كان الجو كان بالنسبه له ليل. the sun doesn't shine، يعني الشمس لسه ما طلعتش. until late، حتى وقت متاخر. so he gets up and dresses، عشان كده هو بيستيقظ ويلبس in darkness، في الضلمة. using a candle، وهو بيلبس على شمعة. to get dressed، عشان يلبس in the morning. while in summer، بينما في الصيف. it's totally different، بيكون الجو مختلف جدا. بيقول ان هو he has to go to bed، ان هو لازم يروح ينام. while it is still daylight، بينما بيكون الجو لسه ايه منور. اوكي، تعال نشوف بعد كده الستانزا نمبر 2. ستانزا 2 في الابيات اللي قدامنا بيقول لك I have to go to bed and see، انا لازم اروح انام and see واشوف. the birds is still hopping on the tree، وهو رايح ينام الطيور مازال برضو بتقفز وبتتنطط من السعادة على ايه الشجر. اوكي، or hear the grown up people's feet، او يسمع الاقدام بتاع الناس لسه ماشيه في الشارع. still going past me in the street، مازال برضو ان هي بتعمل ايه بتعدي عليه او ماشيه بتمر فين في الشارع. هيجي هنا يقول لي البروفريز بتاع الستانزا نمبر 2. في البروفريز هنا بيقول لك as for summer، في الصيف بيوصف هنا بقى الشعر الصيف ايه. the poet doesn't like the idea of having to go to bed early in summer،
هو مش حابب فكرة ان هو يروح ينام مبكرا في الصيف. ليه بقى؟ قال لك while the skies still clear، السماء برضو لسه مازال صافية، and blue زرقاء، and daylight is everywhere، وضوء الشمس او ضوء النهار في كل مكان، he can still see the birds، ويشوف الطيور dance، بترقص، and sing، بتغني joyfully يعني بسعادة وفرح، in the trees، في الأشجار، and hear the people، وبيسمع أصوات الناس ورجلين الناس here and there، هنا وهنا. في stanza 3 هنا بيقول لي إيه؟ and does it not seem hard to you when all the sky is clean and blue and I should like so much to play to have to go to bed by day. Okay. تعال نشوف كده البرفريز بتاع الستانزا رقم 3 بيقول ايه. In the last stanza the poet complains. هنا طبعا الشاعر بيشكي about the idea of going to bed early. هو مش عايز يروح ينام ايه مبكرا. اوكي. امال عايز يعمل ايه بقى؟ He feels it's unfair. بيشعر بالظلم to have to go to bed early، ان هو يروح ينام مبكرا، لان السماء هنا the sky is clear، السماء لسه صافية، and blue وزرقاء، and everything around him، وكل شيء من حواليه is beautiful، جميل. instead of going to play، بدل ما يروح يلعب، and having fun، ويستمتع. اوكي. هو ايه؟ goes to ايه؟ sleep، يذهب للنوم. اوكي. طبعا انت خدت بالك هنا من الرايم سكيم اللي هو اي اي بي بي. يس. فهمنا طبعا هنا ازاي نعمل رايم سكيم وازاي نعمل بارافريز بالنسبه للاستانزا. هو ممكن يجي لك السؤال بالشكل ده هنا كده، ادي الاستانزا اهو، يقول لك I have to go to bed and see، أنا لازم أروح السرير أو أروح أنام. The birds still hopping on the tree or hear the grown up people's feet still going past me in the street. ويجي هنا يقول لك أول حاجة paraphrase the above stanza، أعمل لها paraphrase، وهنا يجي يقول لك what is the rhyme scheme. دلوقتي متهيألي إحنا عرفنا كده نشرح الاستانزا وتطلع منها إيه الرايم سكيمز. ده طبعا بالنسبة للكلام اللي كان معانا على البويتري. أتمنى إن احنا نكون استفدنا. Thank you. Goodbye.